الودان بتقعد معانا طول اليوم، نقطه في كوبايه ميه بتصبح زي الاودي كلود والافتر شيف، برضه لو هي زيوت وحطيناها على الملابس هيحصل ايه؟ هتبقع. رمسيس لو هي زيوت حطيناها على الملابس هتبقع، بس دي مش زيوت، دي صلصات طبيعيه. فنعمل تجربه بسيطه خالص، نقطه واحده في ايدينا كده شباب، نفركها كويس نحطها على ملابسنا، حتى لو لابسين ملابس بيضاء ما بتسيبش بقع، عشان هي مش زيوت، هي اسانسات طبيعيه وبتضل على الملابس من 18 ل 24 ساعه، اوكي؟ نقطة واحدة كده في ايدينا شباب، نفكها ونفكها، وده بقى درايف ذا ليجز كريزي وان. حلو. ده رمسيس الثاني. انا بعد الساعه 2 شايل انت ناطر شايل عادي خالص فين ايوه شايل ده اللي بالك لا خلاص عاوز اتطبق ايه يا فندم بتاع الملابس كده بتطلع معاها الورس ده تشينج بتاعه مش مفعولة يا شباب اوكي عندنا برضو هنا كل الاسانسات الخام للبرفرات الاوروبيه، لو حد بيحب يشم اي برفرات اوروبيه هوجو بوس بولو سبورت اكوا دي جو دوتشي جابانا بالوما بيكاسو مون بلان، عندنا العطور العربيه المسك العنبر العود العود الاسواني والعود الكمبودي والورد الطائفي، بس ناخد كده ريست بالبرفان لان بعد ثلاث شمات حاسه الشم بتضعف، ونخش على اهم حاجه عندنا احنا متخصصين بيها بمدينه دهب اللي هي الزيوت الطبيه او الزيوت العلاجيه او ما يسمى بالطب البديل او الطب التحليلي، بس لو سمحتوا بقى بليز اخد انتباهكم ان دي حاجات طبيه لازم نعرف الكورس بتاعها بيشتغل ازاي وبيشتغل على ايه ومدته قد ايه، ممكن بقى كونسلتريتد مع بعض كده خمس دقائق مش اكتر